الجسر قديم والطعام كثير، ومن هنا سأرميك ولنمضي الرحلة جائعين. ماذا؟ لا 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 لا، سمكا سآكل، وفي الليل سألتحف بغطاء نظيف، والمتهم الوحيد كنان بالتأكيد. وأما الحقيقة فهي في أرض السعادة، لا تطيق الانتظار، حذاء عجيب وقناع، وبطل جديد سيقرر نهاية حلقتنا. لا تتفاجأوا وتابعونا. إن كنت متعبة نستطيع التوقف. على العكس، أشعر بنشاط كبير وأحب تسلق الجبال. ما رأيك أن نأتي لتسلق الجبال في الأسبوع المقبل؟ ها؟ حسناً، لك ما تريدين يا أختي العزيزة. يجب أن نبلغ القمة قبل الغروب. إنها عالية جداً، ولكن هذا سيزيد الأمر متعة. هيا بنا، لا أريد أن نهدر الوقت. كوني حذرة، يبدو أن هذا الجسر قديم جدا. لا تقلق، فوزننا خفيف. الجسر يتعشى. يجب أن نعبر الجسر بسرعة. هيا أتقصدين أنك لم تخافي؟ لا، أمن المفترض أن أخاف؟ ألا تزال مصراً على بلوغ القمة يا باهر؟ سيتوقف قلبي من شدة التعب. علينا اللحاق بجنان، إن كنت تفكر في التوقف للاستراحة فأنصحك أن تنسى الأمر. خرجت لتسلق الجبال باكراً وأنا لا أريدها أن تسبقنا. هدفنا أن نسبقها، لذا يجب أن تكون خطواتنا سريعة ورشيقة يا زاهر. جنان، هل سأعاني طوال حياتي بسبب الصغيرة جنان؟ هذا الجسر قديم جدا ولا يحتمل وزنا ثقيلا، حياتنا في خطر. نجدة، أريد أمي. تمسك جيدا. يجب أن نرمي الأشياء الثقيلة. توقف. أحسنت، لقد كانت فكرة ذكية. أنقذت حياتنا يا زاهر. أنا عبقري. أحياناً أسأل نفسي إن كنت ذكياً حقاً فلا أجد نفسي إلا نائماً. نجونا يا زاهر. لنأخذ قسطة من الراحة. لا مانع عندي لتناول الطعام وبعدها نتابع المسير. الطبيعة الجميلة ستزيد شهيتنا للطعام. كف عن الثرثرات يا زاهر، فلا أريد أن نهدر الوقت. أخرج بعضاً من الطعام، لقد وضعته في الحقيبة الصفراء. أين وضعت الطعام؟ أخبرتك للتو، إنه في حقيبتك. هل تقصد التي رميتها عندما كان الجسر يتأرجح؟ رميت الطعام؟ لو كنت أعلم لرميتك وخلصت العالم من ذئب الغربين. هذا ظلم، تعلم أنني رميتها لكي نجوى من الموت. كنا سنموت بسبب السقوط من فوق الجسر، والآن سنموت من الجوع يا غبي. التزود بالطعام هام جدا في الرحلات الطويلة. نعم، فبدونه لن نستطيع متابعة الرحلة. جميلة. كنان، إلى أين تذهب؟ الطعام لم ينضج. انتظريني، لن أغيب طويلا. حسنا، سأنتظر. إن تأخرت سأتناول حصتك من الطعام. أنا واثقة أنه خاف أن آكل طعاما. لا أستطيع التحمل أكثر. وانتظروا على قولها. لا أصدق أنني سأموت من الجوع بسبب غبائي.
رائحة سمك مشوي. إلى أين أنت ذاهب؟ رائحة سمك مشوي حقا. نضج الطعام وكينان لم يعد بعد. أيعقل أنه ضل الطريق؟ كينان أخي، نضج الطعام. رائحته شهية جدا. ومن أين تأتي؟ يا سلام، السمك المشوي أمامنا. أكاد لا أصدق. سمك، سمك، يا سلام. إنه لذيذ ومشوي بطريقة متقنة. درى من الذي وضع السمك هنا؟ لا أعلم يا زاهر، ولكن كائنا من كان فهو شخص طيب. أعتذر لأني تأخرت. درى أين ذهبت جنان؟ السمك أكل ولم يبقى منه سوى الحسك. أكلت جنان السمك وحدها وتركتني دون طعام. أريد سمكتي. جنان، كيف تجرأت على تناول الطعام وحدك أيها الشقيق الأناني؟ لست أنا من تناوله يا جنان. هل تريدني أن أصدق كلامك؟ الجميع يعرف مدى حبك للسمك. السمك المشوي لجنان وكنان؟ لا أعلم ما سيحدث إن علما أننا تناولنا طعامهما. هل أنت عصام؟ جنان تظن أن كنان هو من فعل ذلك. صحيح. أحب أن أرى جنان وهي تطبخ ذلك المزعج. وأنا مثلك أكره أن يكون الآخرون سعداء. طعام مجاني. ألا تريد أن تأكل يا كنان؟ أنا لا أحب الجزر. كف عن اختراق الآذار، فقد امتلأت معدتك بالسمك المشوي. أنا جائع جائع. يا سلام، لقد نضج السمك. لذيذ لذيذ. ما بك؟ لماذا تصرخين هكذا؟ سيرين، لما قمت بعض يدي؟ لم أفعل ذلك يا جنان. أصبحت لا تطاق، أكلت السمك وتعض يدي الآن. ابقى بالمارد، لا أريدك هنا. لكنها الحقيقة، لست أنا من أكل السمك المشوي. كذب، لم يكن هناك أحد غيرك. أريد أن أنام. لا أستطيع النوم من شدة البرد في هذا المكان يا زاهر. لا تفكر في تسلق الجبال ثانية لأنك ستموت. أنت السبب يا زاهر. لماذا فعلتني؟ ما ذنبي أنا إن كنت تشعر بالبرد؟ غبي، ذنبك أنك رميت الحقيبة. اذهب وابحث عن غطاء. أتظن أنني سأجد غطاء في الغابة؟ ماهر غبي. سمعتك سمعتك. حسنا، خذ هذا. أنا الغبي. ماهر. أين وجدته؟ حاول أن تخمن. أعرف هذه الرائحة، رائحة الأخوين. أحسنت، دعنا نخلد للنوم الآن. ابحث لنفسك عن غطاء آخر. ولكن ابحث، لعل كنان أحضر معه غطاء ثانيا. أشعر بالبرد. أخذ الغطاء وتركني أعاني من البرد. لن أتابع الرحلة، سأعود إلى المنزل. أكرهك يا كنان. صوت جنان، إنها تبكي. ها؟
أسمع صوت بكاء جنان. جنان جنان جنان. أي أي أكرهك أين أنت؟ جنان النجدة النجدة. لا تخافي أنا قادم لإنقاذك. لا لا تذهب يا باهر أرجوك، الجسر قديم وسيسقط من ثقل وزنك. أيها الجبان، تترك باهر وجنان ليلاقيا حتفهما؟ احذري يا جنان. تخلقي عني بسوء. لا أنت محقة، لقد تركنا وهرب. لم أعد أستطيع الصمود. دعني يا أخي. جنان البطل أنقذ حياة جنان. من يكون يا ترى؟ إنه يشبه أبطال القصص. هل لازلت حيا؟ أنت أنقذتني؟ أخبرني عن اسمك. كم أنا سعيد لأنها نجت من الموت. ولكن إلى أين ذهب البطل ذو القناع الأحمر؟ في الحقيقة ينتابني شعور غريب، أشعر بأنني أعرفه من قبل. جنان جنان، هل أنت بخير يا أختي؟ انظر، لقد عاد الجبان الهارب. أنت شقيق سيء يا كنان. لا أهتم لأنك تركتني، فقد جاء بطل شجاع وأنقذني. لا بأس، ولكن أخبريني من ساعدك. لو كنت هنا لتمكنت من رؤيته، إنه بطل قوي وشجاع جدا، سيحضر لنجدتي في أي وقت، أنا واثقة من ذلك. أخبريني، هل كان يرتدي قناعا أحمر وينتعل حذاء سحريا ولونه أحمر؟ أجل، ولكن كيف عرفت ذلك؟ لدي طرق خاصة لأعرف من أنقذ أختي. طعامي المفضل وأكثر ما أستمتع به هو تناول السمك وحده. لا أتخيل حياتي من دون السمك يا أختي العزيزة. سأسميك الدب مفترس السمك. سوف أكلها كلها يا جنان، ولن أتوقف حتى ينتفخ بطني وأصبح كالبالون. ماذا ستفعل بعد أن تنتهي من تناول طعامك؟ سأذهب لصيد السمك طبعاً، مشوي وقت الفطور، مقلي وقت الغداء، وعند العشاء سوف أتناول الحسك. لن أتأخر في العودة يا جنان. سمك سمك سمك، ألا يصيبك الملل؟ حضري بسكويتا محلا بنكهة السمك. صيد السمك ممل جدا، دعنا نسبح. توقفي عن الثرثرة أرجوك، صوتك العالي جعل الأسماك تفر، وأنا لا أستطيع العودة دون أن أملأ السلة بالسمك. أنت صياد فاشل. لا شك أنك أصبت بالملل من صيد السمك، دعكِ من ذلك وتعالي لكي نلعب الكرة معا. موافقة، أحب لعب الكرة. Ha 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 ha
جنان، أنت ماهرة في لعب الكرة يا جنان. ارميها، ارميها لي، أنا هنا، أنا هنا، ارميها. لقد امتلأت السلة بالسمك، ستكونون عشاء اليوم يا أحبائي. ها؟ ها؟ إلى أين ذهبت جنان يا ترى؟ ابتعد! لما ضربتني يا باهر؟ جنان رمت الكرة لي، فلما وقفت أمامي وأخذتها؟ ابتعد يا زاهر! يا لمهارتك! لم أكن أعلم أن الهدف هو رأس زاهر! أنت تحاول خداعي يا باهر، أليس كذلك؟ توقف عن التمثيل وإلا امتنعت عن اللعب معك! لن أصدق أنك وقعت بسهولة! لقد وفقت في صيد السمك هذا اليوم! لا شك أنها سمكة كبيرة. إنها سمكة كبيرة بالفعل. لم أرى في حياتي سمكة كهذه. أظن أنها نوع نادر جدا يا عزيزتي. معك حق، فهناك ضوء غريب يشع منها. أعلم كيف أعبر عما أشعر به، ولكنني عندما أنظر إلى هذه السمكة يشيل لعابي يا أختي. من يعلم؟ قد تكون ألذ سمكة في العالم. جنان، لا أريدها مشوية، أريد أن نطهوها مع الخضار الطازجة والفلفل الأحمر الحار. النجدة! واثق أنني سمعت صوت أحدهم يطلب النجدة. من يا ترى؟ غير معقول. أعدني إلى البحيرة أرجوك، أرجوك أعدني. هل أحلم أم أنني فقدت عقلي وأنا صغير؟ هذا غير معقول أبداً، الأسماك لا تستطيع أن تتكلم. شرير، ستدفع الثمن، سترى. لن أدعك تلتهمني مهما كلفني الأمر أيها الشرير. أين اختفت السمكة؟ ما الأمر يا كنان؟ لماذا تصرخ؟ لماذا ضربت لوحة تقطيع الخضار بهذه الطريقة؟ أمر مريع، لقد هربت السمكة المشعة بعد أن هددتني يا جنان. قلت أن السمكة هددت؟ الأسماك لا تتكلم، أنت تكذب لكي تخفي أنك تناولتها وحدك، يعترف. غير صحيح. ما بالك تحدق في الطبق هكذا؟ هيا تناولي السمكة قبل أن تبرد. ألم تسمع؟ تناولني، هيا تناولني بسرعة، تناولني. ما الأمر يا كنان؟ جنان، ألم تسمع ما قالته السمكة؟ طلبت أن ألتهمها بسرعة. لسمكة أن تتكلم. لن أكلها، لا أستطيع. توقف عن المزاح، ماذا تقصد بأنك لا تستطيع أكلها؟ لا لا لا، تعني لا، أنت لا ترين ما أراه، لذا لا تحاول إجباري على تناولها. لطف بالغ منك أن تحضري لنا سلة مليئة بالسمك أيتها الصديقة الطيبة، ولكن ما هذا الطبق فوق رأسك؟ هل هو حساء خضار؟ شكرا لك يا جنان، طبق السمك مع الخضار هو المفضل عندي. لا داعي لهذا الكلام، أحضرته لأن كنان طلب إلي أن أخرجه من المنزل. لا أصدق، كنان طلب إليك أن تخرجي السمك من المنزل؟
الآن فهمت، جنان تريد أن تقدم لنا الطعام دون أن تشعرنا بالإحراج، أليس كذلك؟ تناولها قبل أن يغير جنان رأيه. واثق أنها أحضرت هذا السمك لأجلنا. أجل، أنت على حق، فمن غير المعقول أن يرمي كنان السمك. الفضل يعود لك يا صديقي باهر. ماذا؟ لم أفهم قصدك يا زاهر. قبولك انضمامها إلينا للعب الكرة جعلها تشعر بالامتنان، فأحضرت لنا السمك. أجل. لم يخطر لي ذلك. ما الأمر يا كنان؟ ألا تزال مستيقظا؟ أفكر في الأمور الغريبة التي حدثت معي بخصوص السمكة. نامي أنت الآن، سوف أنام بعد قليل. السمكة! عن أي سمكة تتحدث؟ لن أنام وتلك السمكة بجانبي. استيقظ وحضر نفسك للخروج يا كنان، لا أريد أن أتأخر. حسناً، لما أنا نائم على الأرض؟ هل نسيت؟ البارحة هربت مني وقلت أني سمكة. أشعر بنشاط كبير، أسرع قليلا كي لا نتأخر. أنا متعب لأنني لم أتناول طعام الفطور. بقيت سمكة، إنها لك، ألم تأكلها؟ يكفي، لا تذكر السمك، سأجن. أنا جائع، بل أتضور جوعا. أمي يا أمي، استري هذه، تعالي حالا. وإلا سأستمر بالبكاء طوال الوقت. يا أمي، تعالي لنشتري حلوى جنبيهن. هيا يا بني، كما تريدين، اشتري لي واحدة. كلني، كلني. لا لا، لن أتناولك، أنا أكره السمك، أكره. إنها حلوى جوز هندي وليست سمكا. ماذا تقولين؟ ألا تميزين طعم السمك؟ عن أي سمك تتحدث يا عزيزي كنان؟ لذيذة تذوق. شكرا لك، هذا لطف منك. ماذا دهك؟ إنها حلوة وليست سمكا، انظر. أبعديها عني، أبعديها عني أرجوك. كنان توقف، إلى أين أنت ذاهب؟ تناولني بسرعة، هيا تناولني، هيا تناولني بسرعة. سامحيني، سامحيني، لا أكل السمك بعد اليوم، سامحيني، سامحيني. ما الذي أصابك؟ لما تطلب إلى الشجرة أن تسامحك وتعدها بأنك لن تأكل السمك؟ سامحيني. لن أفعلها، لن أفعلها، أعدك لن أكل السمك، سامحيني، سامحيني. هيا استيقظ الحال، قل لي لماذا لا تريد أن تأكل السمك؟ ما بك، ما بك يا جنان؟ لماذا تضربيني بهذه القسوة؟ ضربتك لكي تستيقظ، كنت ترى كابوسا. قلت كابوسا؟ كل ما حدث كان حلما. أريد أن أتناول كمية كبيرة من الطعام. ما هذا يا جنان؟ لا أرى سوى الخضار، أين السمك؟ ألم تقل إنك لن تتناول السمك؟ أخرج السمك من المنزل، فأعطيته لزاهر وباهر، والآن تسألني عنه. تعلمين أن السمك هو طعامي المفضل، لا أصدق أنك أعطيته لزاهر وباهر. لا أستطيع الجلوس على المائدة وهي مليئة بالخضار. لن أتناول الطعام معك يا جنان. إلى أين أنت ذاهب؟ أخبرني. لصيد السمك طبعا، سأحضر السمك وأعد فطورا شهيا. جنان لا تذهب يا أخي. لا يمكن منع كنان من تناول السمك كل يوم أبدا.